السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم على مركز مكافحة السرطان نتاع ولاية سطيف، واللي كما نعلم هو داخل في سلسلة تاع المستشفيات هذه عبر كل تراب الوطني، واللي الآن يعني فيه عدة مستشفيات راهي قيد الإنشاء في كل من مدية وبجاية وفي وهران وفي وهران كذلك وعدة ولايات أخرى. راهي هذه المستشفيات مكافحة السرطان يعني راهي على الأشغال على قدم وساق، وكذلك فيه عدة مستشفيات أخرى تمت الانتهاء الأشغال بها، وراهي يعني يا إما في طور التجهيز أو في طور يعني الاستغلال. إذن أترككم تتابعون هذا الفيديو عن المستشفى مكافحة السرطان بولاية سطيف، اللي هو يعتبر من أولى المستشفيات التي تم افتتاحها هذه مدة 10 سنوات مع ولاية كذلك في ولاية باتنا وولاية عنابة كذلك. نخليكم تتابعوا الفيديو، والسلام عليكم.